تشافي يستعد لتنفيذ الكورنر، تلعب كرة مقوسة على ابعاد من الدفاع الأوروغوياني في منتصف من افتتاح باب التسجيل في كرة صوبها بيدرو. بيدرو رودريغيز يغلط موسليرا. بيدرو رودريغيز يعود لمغادرة شباك الأورجواي. هذه المرة في البرازيل سجل في مرمى الأورجواي في اللقاء الدولي الودي في الدوحة ثنائية، وفي هذا اللقاء يتمكن من تغيير نتيجة. كرة اصطدمت في مدافع المنتخب الأورجواياني دييغو لوغانو لتغالط موسليرا ولتعلن عن أسبقية مستحقة للأسبان. شوف الإعادة من جديد، الكرة تصطدم بلوغانو، تغالط موسليرا، تعلن عن فرحة إسبانية. المنتخب الإسباني كبيرة يمرر انطلاقا لأنه تمريرة من بيدرو الهجوم للأسبان، هي تصويبة للتمريرة والسلطادو الثاني، هدف ثاني لإسبانيا. سلطادو يتمكن المنتخب الإسباني يواصل التألق، يواصل التأكيد بأنه الأقوى. هدف ثاني يتمكن من خلاله منتخب إسبانيا من اختراق الدفاع الأورجواياني في هذه التمريرة. شوف التمرير والتمرير باتجاه سولدادو، استقبل وصوب باقتدار، كرتها تستقر داخل شباك. شوف التمريرة، شوف الكرة اللي جاءت عن طواعية من فابريغاس وسولدادو في المواد. إسبانيا 2 الأورجواي لا شيء أمامنا التمريرة. شوف الكرة اللي ضرب بها دفاع الأورجواي، فابريغاس يمرر، سولدادو يسجل، إسبانيا تتألق، إسبانيا تتقدم 2-0. النتيجة تتغير والمنتخب، لكن الهداف الأول هو فارلان ب 33، الفارق هدف بيلعبة وحالة خطيرة يسجل، يسجل سواريز، سواريز يتساوى مرة في مرمى حارس ريال مدريد. لويس سواريز يضع الكرة باقتدار في المرمى، غرق كاسياس، والأورجواي تتمكن من إيجاد بصمة عن طريق لويس سواريز، يتعادل مع فورلان ويسجل هدف في مرمى الإسبان ويزور شباك كاسياس من خلال هذه الكرة.